بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. في نظام صافاً نظام قرآني ونظام إنساني لإدارة المجتمعات ولإدارة البشرية، وهذا النظام اسمه نظام العقوبة والمثوبة. يعني لا يمكن لأي عمل ينجح ولأي خطة تنفذ إلا أن تكون هناك محاسبة ومكاتبة ومراجعة. أنا لما أوظف جماعة في عمل مشروع لابد أن أراقبهم وأحاسبهم، فمن كان محسنا فأثيبه، ومن كان مسيئا فأعاقبه. هذا نظام العقوبة والمثوبة، هو نظام ليس فقط إسلاميا، إنما هو نظام إنساني، لأنه الإنسانية ما تقبل أن الإنسان يجعل المحسن والمسيء على حد سواء. ممكن أنه المحسن والمسيء يكونان على مرتبة واحدة، هذا ظلم وخلاف العدالة، ولا يقبله إنصاف، ولا يقبله ضمير. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أيضا أجرى هذه القاعدة بشكل واضح. فإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فعليها. أكو شيء اسمه إحسان، وهذا الإحسان يرجع إليك على حال نفعه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فعليها. فإذا أسأت فستتجرع على حال آثار الإساءة، وهذا شيء جدا جدا ملائم للعقل والعدالة والإنصاف. لا يمكن للإنسان العاقل والإنسان المنصف والإنسان المتدين أن يتعامل مع الموظف المسيء نفس التعامل مع الموظف المحسن. ما أقدر أن أتعامل مع الضابط أو الشرطي المتقن والمنضبط أتعامل نفس التعامل مع الشرطي والمنتسب المتسيب وعلى حال المنفلت. فهذا ما يقبل لا شرع ولا عقل ولا إنسانية. فإذا أردنا أن ننجح في كل مشروع وكل خطة نضعها، سواء لإدارة مدرسة حتى أنا أضبط الطلاب ويكونوا على حال على مستوى عالي من المعرفة ومستوى عالي من الجدية، لا بد أن تكون هناك امتحانات، والامتحانات تشخص من هو على حال المثابر ومن هو الكسول. ولذلك عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. هذه حكمة مهمة. عندما أنت تمتحن وتشوف نفسك تعبان وضعك، فهناك راح تحصل نوع من المؤاخذة والزجر والإهانة، وإذا نجحت راح تكرم وتشوق ويحسن إليك. هذه قضية للأسف الشديد أن مجتمعاتنا في العالم الثالث، يعني مجتمعاتنا الدول إحنا أكثرها تشتغل بالمحاباة وبالعلاقات وبالقرابات وبالعلى حال الرشوات وما إلى ذلك.
فلذلك انه يشوف الانسان الغير المنضبط وضعه احسن من المنضبط، وضعه احسن من المنضبط. اليوم انا اليوم احد الاخوه ذكر لي شيء، قال سيدنا انا شغلتي قانونيه ومشيت بالطريقه القانونيه بحذافير القانون بحذافيره، ولكن تاخرت شغلتي 11 سنه 11 سنه الى ان انتهت شغلته. واحد كان قاعد جنبه جنب هذا الاخ نفس الشغله، قال انا التويت ورحت منا وعملت منا وكذا وخلصتها في خلال 5 سنوات. ذاك 5 سنوات خلصه وذاك 11 سنة. ليش؟ لأنه نظام من نظام المحاباة والتزوير، واللي يلعب واللي عليه حال يقفز واللي يكذب هو ربحان. وهذا كله يرجع لمن؟ يرجع عدم وجود نظام. نظام شنو؟ نظام المتابعة ونظام المحاسبة ونظام المراقبة. ما أكو أمير المؤمنين صلى الله وسلم عليه يقول يا جماعة أنتوا كل ليلة لازم تحاسبوا نفسكم، كل ليلة قبل ما تنام، أنا اليوم كم واحد أزعجته، أنا كم واحد علي حال ساعة، أنا اليوم علي حال العمل اللي قمت به عمل مرضي لله لو ما مرضي لله، أنا صلاتي شلون كانت اليوم، زينة لو مو زينة، تعاملي مع والدي والدتي كيف كان، جيد أو غير جيد. هذه المحاسبة الليلية أمير المؤمنين يعتبرها طريقة تهذيب وتربية يومية. إنسان يلقن نفسه أنه أنا لازم أكون بهالطريقة لا بتلك الطريقة، أكون بهالشكل لا بذاك الشكل. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. التوزن عملك وفعلك قبل ما يوم القيامة تقف أمام ميزان الله وعدل الله. فقضية إنصافا للأسف يعني شوف بعض الإخوة لابد أن يحاسب ولابد أن يعاقب، يغض النظر يغض النظر، يعتبر على أنه غض للنظر، يعني لما يغض النظر يعني هذا نوع من الرحمة والإنسانية، شكل إنسانية ورحمة، ولكن ما يدري هذه ليست إنسانية وإنما خيانة، بلي، وهذه ليست رحمة وإنما نقمة. كيف سيدنا؟ خل أجيب مثال، أجيب مثال. أنا لما أكون مدير دائرة وأشوف موظفيني بعضهم دوامهم متلكئ أو سيئين في التعامل مع المراجعين، وأنا أغض النظر أعطي توبيخ أخي ليش الشكل كذا ويلا راح أعاقبه، يجي واحد سيدي أستاذ هذا كذا مسكين أنطيه مجال، يلا ما يخالف أعطيته مجال، هذا ما يخالف أعطيته مجال، هاي خيانة، هاي خيانة. لأن في النظام الإداري، في نظام إدارة البلد إدارة شؤون الأمة، شيء اسمه محابات وعلاقات هذه خيانة. أكو شيء قوانين وانضباط، إذا ما يمشي القانون والانضباط في النهاية يصير تسيب عام وترهل كامل. جاني أحد الضباط مرور، ضباط مرور الله شاهد، أنا في السيارة كنت أتعدى شافني، قال سيدنا لحظة ووقفت ونزلت الزجاجة يعني نافذة السيارة، قال لي سيدنا عندي سؤال، قلت له تفضل، رجاء اسمعوا هذا جميل، قال شوف هذه واقفين السيارات، نعم شفت سيارات يعني واقفين موقف ضعف يعني دبل واقف مجموعة سيارات وذول جايين واقفين خط ثاني يعني خلاف القانون. الإنسان لما يركن السيارة يركنها عند الرصيف، مو يركنها بعد ماذا بنص الشارع وفي خط ثاني من السيارات. قال شوفهم سيدنا، قال ذول كلهم مخالفين، الضابط يقول لي كلهم مخالفين،
قلت له زين ليش ما تعاقبهم؟ قال أنا أريد أسألك، يعني مو خطية ذولا عندهم عوائل، وإذا كتبت عليهم كل واحد 50,000 مسكين هذا. أنا ضحكت قلت له تدري أنت الآن تخون، والله قلت له هالشكل، أنت تخون أمانتك، أنت تخون أمانتك. قال عجيب. قلت له نعم، أنت مؤتمن أن تنظم هذا السير وتنظم هذا على حال المرور تنظمه، فإذا أنت تتنصل عن تنظيم المرور، تتنصل عن مهمتك، فأنت خائن بالأمانة، ومن خان بالأمانة فعليه عقوبة ولا يستحق الأجر. قال يعني مو خطية؟ قلت لحبيبي شنو الخطية؟ يعني إذا نمشي بالخطية ومدري إيش، وعند عيال وعند أطفال، هذا ما يصير، ما يصير إدارة بلد. يعني الخطية والما أدري عند أطفال، الإنسان إذا عند أطفال ويحافظ على فلوسه وما يريد أن يتضرر، لازم يحترم القوانين حتى لا يضر نفسه. فما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هم يظلمون أنفسهم. أنت لما تتجاوز، أنت لما تخالف القانون، لما تعاقب، فلا تلومن إلا نفسك، لا تلومن إلا نفسك، لا تلوم الشرطي أو لا تلوم القاضي أو لا تلوم الضابط، هؤلاء يقومون بمسؤولياتهم. استمعوا إلى كلمة لأمير المؤمنين، كلمة جدا مهمة، اسمعوها. يقول له إلى أحد ولاته، ولاته يعني أحد المسؤولين والمحافظين اللي الإمام أرسل إلى إحدى المحافظات، إيش قال له؟ ولا يكون، اسمعوا يا مسؤولين، اسمعوا يا آمرين، اسمعوا يا رؤساء، اسمعوا يا مدراء، مدراء المدارس، مدراء الدوائر، مدراء العامين، وزراء، اسمعوا. ولا يكون المحسن والمسيء عند المحسن والمسيء، لا يصير في مرتبة واحدة، ظلم، هذا ظلم. ولا يكون المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء. ليش يا مولاي؟ لماذا يا أمير المؤمنين؟ فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان. يعني أنت لما تخلي المسيء كالمحسن، المحسن بعد ما يسوي إحسان. ليش؟ لأن يقول له سيدنا ما تثمنون إحساني، ما تثمنون جهودي، ما تعطوني قيمة لعملي، فأنا ليش أسوي إحسان بعد؟ ما أحسن. يعني اللي يوسخ الشارع واللي يكنس الشارع عندك بمنزلة واحدة، بعد اللي يكنس الشارع يقول بعد ما أكنس. يعني يزهد في عمل الإحسان، يزهد يعني يتركه، تزهيدا للمحسن في إحسانه بعد ما يسوي إحسان. يقول لأنه ذاك اللي يوسخ الشارع وأنا نفس الحساب، إذن أنا شنو فائدة أسوي إحسان؟ فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان بعد، وتدريبا لأهل الإساءة على الإساءة. أهل الإساءة يشجعون على الإساءة. ليش؟ لأن يقول أنا ما خسران شيء، إذا أسوي وما أسوي نفس الشيء، أعمل جيد وأعمل سيء نفس الجزاء ونفس النظرة ونفس التعامل، وهذا خيانة، خيانة. ولذلك من عدل الله سبحانه وتعالى أن يثيب المحسنين ويعاقب المسيئين، هذا من عدل الله. ومن عدل الإنسان المسؤول أن يحسن للمحسن ويثيب المحسن ويعاقب منه المسيء. إذا لم نوقف المسيء عند حده ولم نعاقبه ونوقفه عند خطأه، فهذه خيانة لأنفسنا، وخيانة لمجتمعنا، وخيانة لأجيالنا، خصوصا أيام امتحانات. يشوف هذا يغش، يقول له خطية، هذا ما قاري، أمس على حال سهران يلعب بوبجي، يلعب ما أدري بالموبايل، خطية، أجي على حال أكتشف الغش وبعدين أخلي له صفر، هذا لازم يعيد الامتحان. هذه الخطية والاستخطاء وهذا النوع من على حال
الرحمة في غير محلها، الرحمة في غير محلها، الرحمة لازم تصير في محلها. العشيرة، اسمعوا لها القضية اللي راح أقولها، العشيرة اللي تروح مشية للدفاع عن ابنهم المسيء، ابننا ضارب واحد وإحنا نروح يا جماعة هذا ابننا خطأان وإحنا بخدمتكم وكذا، مرة مرتين ثلاثة، هذا الولد العشيرة هذا من يشوف عشيرته دائما الدافع عنه، دائما تروح تنطي ما أدري فصل وما أدري كذا، راح يشجع على الإساءة، لو راح يتوقف عن الإساءة يشجع. فليست الرحمة في كل وقت مطلوبة، وليس التسهيل والاعتذار في كل وقت جيد، لابد الإنسان أن يقف عند حد من الحدود حتى يمكن أن نبني مجتمعنا وبلدنا، والآباء والأمهات يتحملون مسؤولية في أن يتعاملوا مع أولادهم نفس هذه الطريقة القرآنية. الطريقة القرآنية أن المحسن يثاب والمسيء يعاقب ويعاتب، يعاقب ويعاتب، حتى نفهم، حتى يفهم الأطفال أن اللي يسوي زين عليه حد نصفق له، واللي يسوي غلط نعاتبه ونأنبه، وعلى حال نحرمه من بعض الامتيازات اللي يمكن أن تعطى للمحسن. نعم، عندي متصل، تفضل. نعم تفضلوا. السلام عليكم. أنا أتمي الديوانية، أنا متوفي أثر مرض وهي شابة، وأنا من هات بالدنيا هي مريضة، وما كانت يعني الصوم الصيام اللي هي مكلفة به، فيعني بسبب العلاج اللي كانت تاخذه خلال النهار، ومن تترك العلاج تختنق تسوء حالتها ما تقدر حتى تقوم وتتحرك. فأنا هسه سألت أهلي على إنه هي صايمة أو لا، فقالوا إنه هي صايمة فترة قليلة، مو الصيام اللي واجب عليها الصومة. فأنا هسه قررت أصوم لها، بس ما أعرف شنو اللي علي أسوي. هي ميتة عدلة، ما فهمت يعني هذه ها ميتة. الأخت الكريمة تسأل أنه أحد الأخوات كانت مريضة وتشرب الأدوية ولم تكن تصوم في رمضان، فتسأل على أنه أنا يجوز لي أن أصوم لها. لا إشكال في ذلك، أي إنسان أنا أقدر أصوم له تبرعا، أصوم عنه تبرعا، ما في مشكلة. الصيام عن الموتى والصلاة عن الموتى وعمل الخير عن الموتى، سواء كان حج، زيارة، صدقة، أي شيء عن الموتى، أمر طيب، لا إشكال في ذلك. الآن هي كانت مقصرة لو مو مقصرة، هي كانت معذورة لو ما معذورة، على أي حال الإنسان يمكن أن يتبرع بالعمل الصالح من العبادات عن الموتى، لا إشكال في ذلك. نعم جنات تفضلي بابا. السلام عليكم. عليكم السلام. سيد، ولو يعني شو ما أعرف شلون أعبر لك عن سؤالي، بس سيد، إذا الزوج يطلب من زوجته أشياء مكروهة هو زوجها، بس أشياء هي تكرهها، هذا هم حرام عليك؟ واضح سؤالك، واضح يا جنات. أجيبه جنات لو عندك اتصال. نعم جنات تقول أنه الزوج يطلب من زوجته بعض الأمور المكروهة. شوفي أختي، أنا على حال ما حبيت أن توضحين شنو اللي يطلبه، ولكن عموما عرفت أنه شنو اللي يطلبه. بس الزوج لا يجوز له أن يطلب من زوجته ما حرمه الله، ما حرمه الله. مثلا أنه يطلب من زوجته أنه تفطرين في نهار رمضان لأن أنا أحتاجك، فلذلك فطري في رمضان، ما يجوز. لا يجوز أن تطيع الزوجة زوجها في معصية الله، معصية رب العالمين. ما يجوز المرأة أن تطيع رب زوجها في ما يعصي الله، ما يصير. والله تعالي تبرجي، تعالي نزل عباية، تعالي تمكيجي، ما يجوز. أنا ما أوافق، لأنه رب العالمين ما يقبل. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه قضية الأولى. قضية الثانية، الزوج يطلب أشياء مكروهة شرعا،
على حال المكروه الشرعي بعض الأحيان، مثلا المكروه الشرعي من الأفعال، مثلا يقول لك كما مثلا أنه لبسي أسود، مثلا لبسي أسود والسواد مثلا مكروه، يجوز نعم مكروه لبس السواد نعم، ولكن يقول لك زوجك ما يخالف. أو أنه مثلا على حال اشرب الماء وانت واقفة في الليل، مكروه الانسان يشرب ماء واقف، هذه قضايا لا اشكال فيها. اما اذا كانت هناك قضايا ترتبط بالاستمتاعات الزوجية فيها اختلاف كبير بين الفقهاء على انه لو حرام لو مكروه شديد، فيمكن للزوجة ان تمتنع تقول له انا طبعا القضية اللي على حال الأخت تقصدها قضية استمتاعية، يطلب منها نوع من الاستمتاع اللي هي ما تحب هالشغلة هذه وتكرهها، والشرع المقدس يقول لا يجوز للرجل أن يفعل الأمر الفلاني إذا زوجته ما تقبل، مو مكروه، إذا زوجته ما تقبل ما يجوز، حرام. إذا زوجته ما تقبل حرام، هذا رأي بعض الإعلام الكبار. فعلى حال يقول لي لأنه أنا لا أرضى بذلك فيكون حراما عليه إذا أكي. نعم نعم أم أسعد تفضلي. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد سؤال، شهر رجب من هالأشهر المحرمة يصير يندفع بها الدية؟ واضح أختي سؤالك واضح. السيد أبو حسين تفضل. عيوني تفضل اخي. يسلمك الله. سؤالي انه الزوج اذا يضرب زوجته ويطلع مثلا منها دم او مكان ضربه تصير حمراء او تصير خضراء، شنو الدية مالتها؟ هذا كان سؤالي. ابو حسين عيوني تسمعني؟ ايه اسمعك. ايه مو الضرب الزوجه والادماء يعني يختلف. إيه؟ نوعية الإدماء من الأنف، من الجلد، شق حلقها، شق جلدها. لا يعني بجسمها مو بوجهها. نعم بجسمها ضربة. إيه فأقول حجم الجرح وكمية الدم هذا كله لازم يشخص، لأنه الجروح اللي تقع تحدد بالدنانير الذهبية يعني. فهذا السؤال بهالشكل ما أقدر أجاوبه إلا أن أقول لك على حال فيه هدية. شقد ديته لازم تجي تقول يابا اللي ضربتها 3 سنتيمات مثلا، 3 سنتيمات انشق مثلا إصبعها، ما أدري فطرت جمجمتها أو انكسرت رجلها، هاي كلها وأي عظم من أي الضربة تصير برجلها ومقدار 5 سنتيمات الضربة. 5 سنتيمات شقها؟ إي خير واضح حياك الله. متصل. نعم أم أسعد تقول أنه شهر رجب من أشهر الحرم. نعم من أشهر الحرم، شهر رجب من زمن الجاهلية أنه من أشهر الحرم، حرم الله سبحانه وتعالى فيه القتال كما كانت الجاهلية تحرم فيها القتال، والناس كانوا على حال يعيشون بسلام. ففي أي جناية، اسمعوا جيدا يمكن لأول مرة أقولها، أي جناية من قتل أو جرح أو كسر يقع في شهر رجب الدية تضاعف. يعني أشهر الحرم لها شنو؟ لها حرمة. فالدية إذا كان مثلا دية 10 دنانير تصير 20، فلذلك حرمة أشهر الحرم على أن الديات وعموما العقوبات فيها مضاعفة وفيها على حال نوع من المفارقة. مهران تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. راح أطول عليك، عندي عدة أسئلة بس راح أختصرها على السريع إن شاء الله. نعم. السؤال الأول، زوجتي قارنا تقريبا 12 سنة من الزوجين، اتفقت وياها من أول يوم أنه الراتب يكون تحت تصرفي آني، راتبها هي لأن هي موظفة وأنا موظف، راتبها يكون تحت تصرفي آني.
بعد 12 سنة اللي هي آخر سنتين الثاني توجهت إنه اشتريت قاع ودا أبنيها، صارت عندنا ضغوطات بالحياة. فهسه اليوم هي بهاي اللحظة طلبت الراتب مالتها وقالت أنا بعد ما شاركت كل حياة الزوجية، بما معناه يعني إنه راتبي يكون إلي. بني هذا السؤال الأول. فأخذت راتبها وهسه حقا بيناتنا مشاكل كلش قوية حقيقة، يعني واصلة مرحلة الطلاق. يعني 12 سنة مولانا مستولي على راتبها. أنا 12 سنة مو مستولي على راتبها، لا بإرادتها إنه هذا بيت وأني أني أني الأصرف. يعني هي تريد تعطيها حقها اللي تريده، إذا سافر سافر لتركيا تروح سافر لتركيا، إذا سافر لإيران سافر لإيران، تريد تسوي عيد ميلاد للأطفال تسوي عيد ميلاد، أي شيء تريده هي هي، بس المهم تحت تصرف. يعني أنا أشوف إيش قد يطب شو قد يطلع إيش قد يبقى إيش قد يروح وين يروح وين يجي، تحت يعني شلون تقول تحت نظري يعني. يعني تقدر أنت تتصرف بأموالها بدون إذنها؟ لا مو بدون إذنها، بإذنها هي قابلة. زين سؤالك الثاني رجاء. اي السؤال الثاني، السؤال الثاني اليوم ابوها وامها اخذوا الكارت مالتها وخلوها يمهم بالبيت. نعم كارت الراتب مالتها اخذوه وخلوها يمهم بالبيت. أيه. امها وابوها بلي قالوا لها اذا 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 اخذت الكارت يعني اذا جبرك انك ترجعين الكارت مالت الراتب للبيت انت تطلقين من عندي. بلي بالضبط. السؤال الثالث بلي. السؤال الثالث هسه أنا معاشر هالمرأة بس أنا ما مقتنع بها كزوجة، وبصراحة أنا أريد أطلقها وما مقتنع بها كزوجة. ليش؟ يعني هسه راتبها بيدها وأنا راتبي بيدي، فأنا هسه مجرد عايش وياها شكل مظهر بالبيت يعني. مهران مهران. نعم. أنا راح أكون صريح وياك ولا تزعل. لا لا بالعكس. جيد. بعد عندك سؤال آخر؟ لا بالعكس ما عندنا. شكرا شكرا حياك. أبو فهد تفضل. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بك سيد. سؤال. نعم. صلاة عن صلاة جماعة. أنا إذا كنت أصلي إذا صاحب أذن بعد الأصوات وأنا صليت كمل صلاة مثل صلاة الظهر كملتها. إيه. وأجوا بعدين عبدوا جماعة. بلي. فأني صلي وياهم بس أنا بنيت قضاء يعني. يصير يعني اصلي قراءه جماعه يعني اصلي ابو فهد اللي جو صلى وقال اصلي وياهم احصل ثواب احصل على الثواب شلون يعني. ابو فهد انت تقول انا صليت صلاه الفرض فرادى وحدي وحدي صليت صلاه الفرض بعدين اجت الجماعه وشكلت جماعه قدامي وانا رحت اشتركت وياهم وصليت صلاه قضاء احصل ثواب لو لا؟ هذا سؤالك. نعم. شكرا شكرا. نعم أكو متصل له أجاوب الأخ مهران. أبو حسين تفضل. أبو حسين تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا عندي سؤال. أنا موظف دائرة. نعم. ومرات أسمع كلام من الموظفين يمس عقيدتي فأضطر أجاوب وأجاوب بقوة تصير مشاكل وتصير كذا، فأدافع عن عقيدتي وأدافع عن مذهبي. بلي. هل اللي أسوي أنا جاهز أم أظل ساكت؟ وهذا مو من طبعي أظل ساكت وخاصة إذا المسألة تمس عقيدتي ومذهبي وكلامتي. بس سؤال يا أبو حسين، يعني هؤلاء اللي يمسون عقيدتك ومذهبك هؤلاء من باب اللجاجة والإهانة لو من باب البحث والمناقشة؟ مرات يصير مناقشة، فالمناقشة تتطور، فأني أنطيهم الأدلة على أنطيهم الأدلة على أنه عقيدتي ومذهبي هو الصحيح. وهم من باب نقدر نخليه من قوسين من باب الحقد أنه لا مو صحيح، وإذا تحكي على هذا أنا راح أسبه وأغلط، وهاني مجرد بس من يحكي على أي شخص ينس مذهبي وخاصة محمد وآل محمد لا أنفعل وأقول له يعني أسمع كلام مو طيب. جيد واضح واضح. حياك الله أبو حسين حياك الله. متصل آخر أقول له أجاوب. الأخ أبو حسين يقول أنا ضربت زوجتي ضربة وأدميتها وجرحتها، والجرح على حال بمقدار كم سنتيم
وطلع دم من عندهم. اولا يا ابو حسين لا يجوز لك ضرب الزوجه، لا يجوز لك ضرب الزوجه، وهذا في واقع الحال ظلم تعاقب عليه يوم القيامه. هذا واحد، يعني شنو؟ عصيت الله معصيه. اثنين، ما قمت به من جرح وما وقع من جرح على الزوجه فيه ديه، وهذه الديه تقدر بالدنانير الذهبيه. يعني لو كان الجرح مثلا على الفخذ، او كان الجرح على الركبه، او كان الجرح عميق، او كان الجرح سطحي، او كان الجرح فيه نزيف، او كان الجرح فيه لكمه، او مثلا احمرار او اخضرار او ازرقاق او اسوداد، يعني مكان صار اسود او ازرق، هذا كله عليه فيه دية، لازم انت تشيل فلوس من جيبك وتعطيها وتعتذر له، تعتذر لها وتستغفر ربك. يعني ثلاث اشياء: الاستغفار والاعتذار منها واعطاء الدية. اذا ما قبلت، اذا قبلت قالت لا ما يخالف انا اسامحك، تسقط الدية. اذا لم تسامحك فالدية قائمة وفي ذمتك الى يوم القيامة. ونصيحتي لك يا اخ ابو حسين، نصيحتي لك انه امتنع عن هذا الاسلوب في حياتك الزوجية. اسلوب الضرب، اسلوب العنف، ليس اسلوبا حقيقيا صحيحا. فلو كان الضرب والعنف اسلوب طيب لمارسه المؤمنون، ولكن لم نجد صالحا من الصلحاء ولا تقيا من الأتقياء أنه مارس الظلم والضرب مع زوجته أبدا أبدا. ورد في بعض، بل ورد في آية، في الآيات التي تتحدث عن نبي الله أيوب في قضية أنه هو أقسم على أن يضربها. شلون ضربها؟ أنه أخذ على حال جملة من السعف، يعني أوراق السعف، وعلى حال بشكل هادئ حتى حسب تعبيرنا يفي بنذره. وهذا يعني أنه الضرب المبرح بأي شكل من الأشكال لا يجوز، إلا إذا صارت هناك صار نشوزا، وهذا النشوز له على أي حال مراتب. أما هذا النوع التعامل مع زوجتك هذا غير صحيح، وعليك ثلاث أمور: الاستغفار لأنك عصيت الله، ثانيا الاعتذار منها ورضاها، ثالثا وإعطائها الدية. مقدار الدية تراجع الموقع سماحة السيد وشوف المقدار، يعني وين الضربة، في الفخذ، في الساق، في الركبة، عميق لو معميق، اسأل حتى يعطوك مقدار الدية. نعم مرتضى تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك مولاي؟ أهلا ومرحبا. مرات عندنا محل، يعني عندنا محلات ونجهز مرات الشركات وهاي زين، فهذول اللي مجهزين من عندنا يقول أنا ما أسوق من عندك إلا تطيني فد شيء. إيه. زين أنا جاي أرفض مرة مرتين ثلاثة، بس إنما جيراني أو منا مستفادين. زين يعني تعبت مثلا، يقول لا ما أقدر أجهزك، ما أقدر أبيع لك، يقول لو تطيني فد شيء حتى أقدر أظل أستمر وياك. زين هاي دائما أواجهها يعني برزغي دائما، يعني دائما. مرتضى ذولا مندوبين شركات يجون يقول له أنا أسوق من عندك بشرط تطيني شيء. أي نعم، يعني يقول لو تكتب لي فد شيء ضيف لي على السلعة مالتك، لو تطيني أنت من الربح التحصلة حتى يعني أخذ من عندك. يعني أنا رفضت شركتين أو ثلاثة أو أربعة، بس تعبت من الرفض، يعني هم أريد أشتغل. ليش ترفض مرتضى؟ ليش ترفض؟ يعني أرفض أقول لهم حرام إنه هذا الشيء، شلون أقدر أضيفه؟ لا لا لا، شوف أنت يعني تكتب بالقوائم سعر غير البيع يعني؟ إي لا، مثل هاي سعرها 5000، أقول لي سجل لي سعرها 7000. لا هذا خو ما يجوز. لا مرة يقول لك هالشكل، يقول لك يا با أنا أشتري من عندك بس أريد من عندك هدية إلي. أنت لا تعطي هدية لأن أنت تريد تشجع يجي يشتري من عندك. هذا ما بي مانع، ما بي مانع أنه ما يريد الهدية. ما يريد هدية، وإنما يريد على القوائم تكتب أسعار أخرى. يا تطين على القوائم، يا تطين فرضا كل 100,000 هالقد مبلغ. من جيبك أنت لو من الشركة اللي مندوب عنها؟
لا يقول مثلا مو انا اشتري مال السوق معدك ب 500,000 فرضا كل 100 تعطيني معدها فرضا 5,000 10,000 هاي الي من اخي من جيبك انت تنطي 5,000 لو من الشركه تكتب القوائم لا من جيب انا ما يخالف بس انا ابين شكرا 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 حياك الله من جيبك وانطي لانه تريد تشجع انت هذا زبون ثقيل لما الزبون ثقيل انت تريد تشجع يقول انا اروح عند فلان اشتري من عنده راح ينطيني مثلا محفزات فد بنكه فد ما ادري الشاشه حتى يكسبني هذه عمل تجاري ممكن ان انا اسوي تشويقات ومشوقات اللي يشتري من عندي انطيه هديه شكو بها هذه مو انه تزور الاسعار بالقوائم وتصير كذب بالاسعار بالنسبه الى الشركه اللي هو منتدب من عندها ويكذب عليها لا يقول يا بأ انا اشتري من عندك بس انت شو ميبسها علي خنطيني فتشي هذا لا اشكال فيه بس هذا مو لطيفه من عنده يسويها بس انا اريد امشي محلي اريد امشي شغلي فلذلك شو نقول احنا الان شوفوا يقول مثل عندنا غرف نوم جميله بهذا السعر واللي يشتري من عندنا مثلا الطقم مثلا ميز طعام هديه ليش يقول ميز طعام هديه حتى تجي تشتري غرفه النوم لما يبيع لك غرفه النوم هاي ميز الطعام حتى يشجعك هاي تحفيزات تجارية ما في مشكلة لا إشكال فيها علي حال أنا أجابك مشكور نعم محمد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولاي العزيز الله يحفظك وإن شاء الله يدين بركاتك بحق محمد وآل محمد مشكور حبيبي الله يخليك شكرا والله سيدنا احنا عندنا موضوع انه هسه العالم جاي تمجد بهذا المجرم ابن المجرم ابن اليهودية صدام حسين هي مو جديدة علينا لأن هسه ما نمشوا التاريخ وطلعوا لنا جيفة معاوية لكن يوم مقارنات مثل ذاك النظام المجرم البعثي بعد طلعوا أنقص من عنده يعني حتى من تريد الدافع إنه ذولا يعني العالم حتى جاي اللعن مالهم إنه مثل ما تلعن صدام جاي نلعنهم ونقول لك يا بالحقيقة يعني ذاك المجرم ما كانت الأموال تنسرق مثل ما هسه جاي يسرقونها وتروح هيك خلالك الوضع مال العراق انقص من كان نظام الطاغية يدعون يا سيدنا والله يدعون بالتشيع وهم بعيدين عن التشيع يحجون باسم الإمام علي وهم بعيدين كل البعد عن الإمام علي يعني ماكو حكاية عندهم مطابقة للحقيقة للمذهب الجعفري ودام يطلعون هم قنوات ومحاكيهم كلها عن المذهب الجعفري ثق بالله يا سيد انت سيد العارفين أساءوا للمذهب الجعفري أكثر من الباقين اللي رادوا يحرفون يعني هسه تطلع عندهم برامجهم الأوقات السياسيين مالتهم يحكي لك باسم التشيع والدفاع عن التشيع والله أذلوا الشيعة والله بعهد ذاك المجرم ابن المجرم وانت سيد العارفين وانت من عائلة مجاهدة انت قلت والدي شهيد رحمة الله على روحه بس ماكو مثل هذا الإجرام يعني البحثية ردوهم فداي صدام يا سيدنا أسألك بالله فداي صدام يرجعونهم ينطونهم تقاعد بيا دين بيا عروف يعني حتى هاي الدول الغربية ألمانيا النازية ما سوت مثل ما سووا دول يعني أنتم دول اللي جرموا بينا والله فداي صدام والبحثية جرموا بينا تنطونهم رواتب وإحنا الصلاة تدري بها كانت حتى الصلاة ممنوعة علينا ما تزور أهل البيت إلا بألف يا علي ويكتبون عليك والهاين والضرب بيك تروح للجامع أنت متهم شكرا يا أخ محمد إنصافا يعني رسالتك وصلت وأنا عندي تعليق عليها مشكور يا حبيبي مشكور آخر متصل لو سمحتم آخر متصل نعم جيد انطوني نعم السلام عليكم سيد وعليكم السلام هل يجوز الصلاة بلبس البرمودة؟ هل تجوز الصلاة بملابس البرمودة؟ إيه؟ عندك بعد رسالة أخرى؟ لأنها ما بها سالفة كبيرة بعد. السلام عليكم سيد. عليكم السلام. طبعاً أنا عندي علاقة كل الزلة وأخواني وأخواتي يعني أهلي لأن والدي ووالدتي متوفين فيوم من الأيام بالعيد. دزولي خبر قال لنا بعد لا تجون حاولت اتصل بهم بس قطعوا الاتصال يعني هاي مو هم قطعوا صلة الرحم يعني انا علي ذنب شكرا 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 زين راح اجاوب على الاخ مهران مهران كان عنده 3 اسئلة اخواني انا قلت للمهران قلت له اسمح لي راح اكون صريح وياك
قلت له راح أكون صريح وياك. مهران يقول أنا اتفقت ويا زوجتي قبل 12 سنة أنه شوفي أنا نتزوج بشرط أن يكون راتبك تحت تصرفي، ولتتصرفين براتبك تتصرفين بدرهم إلا تحت نظري أنا اللي أقول لك إيه لا كذا. يقول مشينا 12 سنة على هالحالة. اسمعوا شباب، 12 سنة ماشيين على هالطريقة، زوجتي مسكينة تجي الراتب تخلي يمه، يا أبو فلان أيدي سافر هو يطيها، أيدي آكل هو يطيها، أيدي روح المزرعة أو روح ما أدري المتنزه هو يطيها. يعني هي 12 سنة فلوسها تطلب من زوجها وهو الذي يتفضل عليها بإعطائها. متفقين، احنا اتفقنا هالشيء زين. بعد 12 سنة، بعد 12 سنة الآن يقول أنا ما مقتنع بيها كزوجة. ليش ما مقتنع بيها كزوجة؟ لأنه تقول أنا بعد كافي راتبي أنا اللي أتصرف فيه، وأهلها جايين يقول يا أبي ليش أنت ما أخذ راتبها، هي تتعب وهي راتبها إلها، وليش أنت كذا. وأخذوا الكارت مال الراتب مالتها، بطاقة الراتب أخذوها وقالوا لا تطين راتبك إلى زوجك، وإذا تطين راتبك زوجك إحنا على حال كذا. يقول أنا ما مقتنع بعد بيها كزوجة. يا أخ مهران، هل من الإنصاف أن زوجة 12 سنة بإخلاص أعطتك راتبها وأنت تتصرف فيه حسب ما تريد وحسب ما تشوف، بعد 12 سنة تجي تقول والله أنا ما مقتنع بها كزوجة؟ ليش؟ لأنه والله ما سمعت كلامي في هذه القضية. وهل يجب عليها أن تسمع كلامك في هذه القضية؟ هل يجب عليها أن تسمع كلامك في هذه القضية هذه؟ مو إحنا اشترطنا. زين هي قالت أن الشروط اللي شفتها الآن جاي يصير نوع من الظلم وتعسف، ما أريده. مو أنه يبطل العقد وتبطل الحياة الزوجية، لا، شيء أنا على حال قبلته وياك ولكن الآن أشوفه، فليس هناك شيء يمنعها من أن ماذا أن تتصرف في راتبها. طريقتك مو صحيحة يا أخ مهران، والله جاء ابني بيت ولازم تنطيني، وإذا ما تنطيني وأنا في ضائقة فأنا أطلقها. هذا ليس صحيحا، لا ينسجم مع المودة اللي كنت عليها خلال 12 سنة، ولا مع التضحية اللي هي أبدتها خلال 12 سنة، ولا مع التنازل اللي قامت به خلال 12 سنة. الآن تجي تقول أنا اللي أقرر وأنا اللي أشوف، واللي ما يصير أنت روحي طالق وفي أمان الله. هذا ليس صحيحا يا أخ مهران، يا أخ مهران ليس صحيح. بيناتكم أولاد وأطفال وكذا، وتجي على قضية مال وأنت حسب تعبيرنا عندك استبداد برأيك وأن أتصرف بالأموال وغصبا عليها وكذا، هذا ما يصير أخي الكريم. المال مالها والراتب راتبها. تقول والله شلون إحنا أدير البيت، إدارة البيت على الزوج، النفقة على الزوج. الزوجة لما تنطي هي متفضلة، كتبوها، الزوجة إذا تنطي لزوجها في إدارة البيت متفضلة، تتفضل عليك، مو واجبها، بس هي امرأة طيبة وحبابة وتحبك وتحب عائلتها تحب أطفالها، تتفضل عليك وتعطي. ما تقول أنا جاي أتفضل، تقول هاي بيتنا حياتنا، وهي متفضلة. مو صحيح. راجع قرارك، راجع أمرك، وعلى حال قعدوا تفاهموا. وليس صحيحا هذا النوع من الاستبداد بالرأي، مو صحيح. جيد، شنو أحمد؟ ما عندي وقت، وقتنا ضيق. تفضل أحمد، تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. ندعو لك بالصحة والعافية إن شاء الله. حبيبي حياك الله، تفضل. الله عليك سيدنا. أنا على السريع أدري ما عندك وقت، تفضل. الله يحفظك. أنا محامي. نعم. وصار لي تقريبا 5 سنوات بالمحاماة. بلي. وهاي آخر الفترة الأخيرة جاي نلاقي إنه المركز، بعض الضباط، بعض دوائر الدولة يعني ما تمشي أمورنا إلا تنطي فلوس. بلي. يعني أنا وصلت بيها الحالة أقعد 3 أشهر 4 أشهر بدون شغل. بلي.
اي يعني وصلت بي الحاله مرات اقعد 3 اشهر شهرين بدون عمل، يعني يجيني عمل خفيف هذا ما يحتاج، يعني ما يحتاج رشوه مثل الشغلات الشرعيه او الشغلات التعقيبيه مثل عقود الزواج. بالي. اي فيعني نحاول للتحقيق اغلبها 90% اذا ما تنطل الضابط او اذا مو انت الضابط بالنص اتفاق مسبق ما تمشي شغلتك. فبهاي الحاله احنا يعني شنو اللي نسوي؟ خاطبنا النقابة، النقابة هم ما تقدر يعني تعرف العراق يعني مو مثلا بلد مسيطر عليه. مشكور يا أحمد، مشكور مشكور حبيبي مشكور. أبو حسين عفوا أبو فهد يقول صلاة الجماعة، يقول أنه صلاة الجماعة أنا صليت فرادة، يقول أنا صليت فرادة في الجامع بعدين تشكلت الجماعة أمامنا، فهل يجوز لي، يسأل الأخ، هل يجوز لي أن أصلي معاهم جماعة قضاء ما في الذمة أو شيء من هذا القبيل؟ الجواب أيها الأخ العزيز، الجواب أنه إذا الإنسان صلى فرادة، اسمعوا جيدا، يعني جاي يصلي فرادة الركعة الأولى ركعة الثانية وصارت جماعة، الفقهاء شو يقولوا؟ صلاتك هذه اعدل عنها، يعني حولها لصلاة مستحبة، صليها ركعتين اقطعها وروح للجماعة، لأن الجماعة أفضل من صلاة الفرادة. وإذا كملت صلاتك الفرادة، يعني صليت صلاة الأداء، يعني صلاة الظهر والعصر كملتها وصارت جماعة، أيضا صلي وياهم قضاء، شوف فيها تحصل ثواب. الانضمام إلى صلاة الجماعة مستحب جدا، والإنسان على أي حال ينتظر الجماعة خير من أن يصلي فرادة قبل الجماعة. جيد. أبو حسين يقول أنا موظف في دائرة أسمع كلام ضد العقائد وضد معتقداتي، وشنو اللي أنا أسوي؟ شوف يا أخ أبو فهد، عفوا أبو حسين، القرآن الكريم يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه تعاليم القرآن، لما تتكلم معهم بالتي أحسن، لا سب ولا شتم ولا على حال رفع صوت وما إلى ذلك. قول عندكم أنتوا إشكالية في القضية، تعالوا يا جماعة هذا تطبيق، انطيهم إياه صدق. هذا التطبيق المجيب شوفوه الآن عندكم على الشاشة، هذا المجيب مكتوب جاي شوفوه، أحسنتم. هذا قل له نزلوا على موبايلاتكم أي قضية عقائدية هنا أنا موجودة، قل لهم نزلوا، تموت تردون الحق لو تردون المجادلة، إذا تردون الحق فأكو كلام عندنا حق، عندنا أدلة مبرهنة، بس أنا ما يعني ما متخصص وقابلياتي ما عندي يعني قابليات أقدر أجاوب على كل شيء. هذا التطبيق نزلوا وأي سؤال سألوه أكو جواب له، هذه طريقة. طريقة ثانية، لما تتكلم معاهم اتكلم بما تراه بحسب معلوماتك الصحيحة، مو القضايا العاطفية وتعتبرها أدلة، لا، حاول أنه تتكلم بشكل مبرهن بآيات وروايات بشكل. أما إذا شفت الطرف الآخر يسيء، الطرف الآخر معاند، المعاند الآيات الكريمة في القرآن تقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا مروا باللغو مروا كراما. بعد خليهم حسب تعبيرنا خلي يحجون، لا تنفعل ولا إذا صار إهانة للمقدسات، هنا أنا أكو على حال شكوى في الدائرة كذا، أنه هنا أنا أكو نوع من الإثارة الطائفية وإثارة كذائية، اشتكي. أما قضية الفحش والعركة ليس صحيحا، إحنا عندنا دليل وعندنا أدلة وعندنا براهين، تفضلوا. أنا يمكن ما عندي تلك المعلومات، هذا التطبيق حملوه، الله شاهد، هذا التطبيق من التطبيقات المهمة المعرفية الكاملة الموثوقة من قبل المؤسسات الحوزوية الرصينة اللي نثق بكل المعلومات الموجودة في أي مسألة، عقائد، قرآن، حديث، مهدويات، قضايا المهدوية والفقه، هذا يمكن إنسان أن يتسلح به. زين، مرتضى يقول عندي محلات ولكن بعض الناس يجون يشترون من عندي، يقولوا احنا نسوق من عندك انطينا فد شيء، وانا جاوبته يا حبيبي التجارة هي هالشكل، انا اكتب اللي يشتري من عندي 10 بطايق مثلا
تذاكر طيران أنطي بطاقة مجانية. اللي يجيب لي الآن بعض المطاعم في النجف، الآن بعض المطاعم في النجف شي يقول لأبو الكية، يروح لأبو الكية بالقراج يقول إذا تجيب لي زبائن جايين جنازة جايين زوار، إذا تجيبهم للمطعم إلي وتقول يا أبي خوش مطعم هذا غداء عشاء زين، أنا أغديك بلاش، أنا أنطيك مثلا رصيد أبو العشرة. هذا عادي، هذه ترويج ودعاية للعمل، ما في مشكلة، لا إشكال في ذلك. أما يقول لك تعال اكتب بالقائمة 10,000 هو 5,000، هذا كذب وحرام، لأن هو يريد يسرق من الشركة اللي جاي مندوب عنها. أما تعطي تحفيزات إليه شكوا به، لا إشكال في ذلك. الأخ محمد يقول تمجيد الطاغية صدام وكذا واللي جاءوا الآن هم أسوأ. شوف أخي الكريم، أنا ما أقبل شنو ما أقبل؟ أننا نقيس ما يقوم به هؤلاء بعضهم، طبعا كلمة بعضهم هواي مهمة، أن بعض الذين الآن يتصدرون الوضع في العراق سيئون جدا وأجرموا وظلموا ظلما كبيرا، ولكن قياسهم مع صدام قياس مع فارق. الله يدري، الله يعلم، إحنا إلى الآن ما عرفنا عن جرائم صدام 1%، والله العظيم 1%، لأن لا كان أكو إنترنت، لا أكو تواصل اجتماعي حتى تنكشف اللي كان في أيام صدام، كله كان نوع من التعتيم. الآن واحد يقح قحة الكل يدري، واحد يعطس عطسة الكل يدري. الآن هذا اللي نسمعه ترى كان موجود وأعظم، بس ما حد يدري. مطمطمة القضايا، فلوس النفط وين كانت تروح؟ للصحفيين اللي مجدون صدام في الصحف العالمية، وين كانت تروح؟ لفلان وعلان. أنا ما أريد أدخل في هالأمور، ولكن قياس ما يجري اليوم من ظلم، أنا جاي أقول ظلم وتعسف، وكل برامجي جاي أشوفون أنا أهجم على بعض الفاسدين من الوزراء ومن النواب ومن الكذا، أتكلم بشكل واضح، ولكن هذا اللي موجود الآن لا يقاس بما كان في أيام صدام. إخواني كانوا في سجن صدام، كان البنات والأولاد المجاهدين المجاهدات عرات ربي كما خلقتني، مساكين ذولا في هالركن وذولاك في ذاك الركن، ويبكون ويتراجفون ولمدة شهور هالشكل. هذا لا الحجاج سوى، الحجاج الثقفي ولا غيره. فلا تقيسوا قضية صدام، للأسف مؤسسات الإعلامية ما جاءت تركز على جرائم صدام بشكل جيد. نعم تقاعد فضائي صدام، بلي أنا تكلمت عن هذا من جرائم، الآن يعطون تقاعد، يعطون يعني مجرمين جاي يكرموهم، وهذا تكلمت عنه. هل تجوز الصلاة بالبرمودة؟ نعم ما في إشكال، تصلي بالبرمودة ما في مشكلة. علاقتي جيدة مع إخواني ولكن قاطعوني، علي حل، سوي اللي عليك، اتصلي عليهم سلمي عليهم، ما جاوبوك هم في الواقع ارتكبوا حرام، أنت صلة الرحم حافظي عليها باللي تقدرين عليها. أنا محامي سيدنا، وخمس سنوات أنا محامي، ولكن كل دعوة اللي آخذها يبتزوني الضباط والموظفين في المحكمة وما أقدر أشتغل. وضعنا كله هالشكل يا أخي، وضعنا كله هالشكل. تقدر تشتكي جيد، ما تقدر تشتكي على أي حال، أنت تعيش في غابة ينهش منك من لحمك الوحوش والكلاب السائبة. الله يشهد أن بعض الموظفين والضباط والموظفين في المحكمة والموظفين في الدوائر كالكلاب السائبة، تنهش من جلد المارين والمراجعين، ولا أدري متى ينصلح الأمر، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الأيام المباركة من شهر شعبان أن يعجل في ظهور إمام زماننا ويجعلنا من أنصاره وعوانه ويخلصنا من هذه الوجوه الكالحة الفاسدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما فيه الصلاح ويرحم شهداءنا ويعافي جرحانا. ولا تنسوني والدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.